برضه على نفس الموضوع، بيقول ذا ديسك شون بيلو هاز ا ريديوس اوف ار، الار دي او دي او دي كلهم زي بعض 20 سنتيمتر، اند كان روتيت اباوت بوينت او، يبقى نقطه الدوران مش في النص ونقطه الدوران اهي. طيب اون اتس ريم تو فورسز وذ ذا ماجنتيودز اف 1، ادينا اف 1 ب 15 واف 2 ب 10، بيقول ار ابلايد اون ذا ديسك والثيتا بتساوي 30. تعال نشوف طالب ايه، بيقول لي فايند ذا نت تورك ذات روتيت ذا ديسك اباوت بوينت او، النت تورك يعني الاثنين مع بعض، وده امتحان ابريل 2016. طيب التورك عند نقطه او، واحنا متفقين ان عكس عقارب الساعه موجب، فالاف واحد دي طبعا لو حللتها كوساين تمر في نقطه او، مالناش دعوه بيها، ساين هي اللي تشتغل، فاف 1 ساين ثيتا ضرب المسافه بتاعتها اللي هي ار، هتعمل عكس عقارب الساعه فموجب، وار واحد ار بس. اما اف 2 ماينس، ليه ماينس؟ لان الدور مع عقارب الساعه، وضرب 2 ار، 2 ار لان ده ار وده ار قطره كله. الاف 1 ب 15، الثيتا ب 30 درجه، الار ب 0.2، الاف 2 ب 10، والار ب 0.2، يطلع الجواب مباشره 15 ساين 30 ضرب بوينت 2 ده موجب، وسالب 10 ضرب بوينت 4 لان 2 في بوينت 2، طلع الجواب بماينس 2.5 نيوتن دوت متر. ده المطلوب الاولاني، بيقول لي فايند ذا دايركشن اوف ذا ديسك روتيشن، يعني بيدور مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ إذا طالع موجب يبقى عكس عقارب الساعة، إذا طالع سالب يبقى مع عقارب الساعة. دلوقتي أهو كده موجب، كده سالب، يا ترى طالع إيه؟ طالع سالب، يبقى هو ده الحل بتاعنا اللي هو مع عقارب، يعني أكتب كلوك وايز، كلوك وايز، بس الإجابة كلوك وايز، هو عايز كلوك ولا أنتي كلوك؟ هو كلوك وايز.